مشكلة بمجالة الأمناء أم برؤساء الجامعات أم المشكلة بالنظام القابل للتغيير؟ وأنا لا أنتقص أنه النظام قابل للتغيير، بالعكس إذا كان النظام من غيره للمصلحة العامة طبعا لا بأس في ذلك. تفضل سيدي. أولا يسعد مساك مساء السادة المشاهدين والزميلة سعادة الدكتورة قطب، ويعني شكرا للاستضافة أيضا. شكرا لك. للأسف هذه صفة مجالسنا الحاكمية المعنية في قطاع التعليم، صفة التغيير المستمر أحيانا وعدم ثبات يعني الاستراتيجية والمؤسسية، وهذا ما نحتاجه يعني، لأنها للأسف دائما تتغير مع تغير مجلس تعليم عالي وتغير الوزير. نحتاج إلى ثبات في هذه الاستراتيجيات حتى يتم التقييم فيما بعد. يعني التغيير دائما محمود، لكن إذا تم من خلال أو اعتمادا على تقييم وتغذية راجعة حقيقة من أصحاب المصلحة، فنصل إلى يعني إلى قرارات دائما يعني تنهض في قطاع التعليم بشكل عام. هذه النقطة الأساس حقيقة. نحتاج إلى تغيير. التغيير ضروري دائما، وهذا لا أنا معك. إحنا الآن يعني نحتاج إلى تغيير الأنظمة والأسس التي يتم على أساس اختيار رؤساء مجالس الأمناء في الجامعات. نحتاج إلى تغيير. موضوعين مختلفين حقيقة، رؤساء الجامعات ومجالس الأمناء طبعا في ارتباط هائل. أنا معك. التغيير يجب نحتاج. أن يطال الجميع. أنا بقول لك هل نحتاج إلى تغيير أم لا؟ طبعا نحتاج. نعم. لماذا برأيك؟ التغيير ملح حقيقة، حتى أنه نحن يجب أن يكون هناك رؤية استراتيجية نحو العالمية. ماشي. هناك خلل حقيقة كبير، وللأسف يعني أنا شخصيا أشعر أنه جامعاتنا الأردنية لا تسير بالاتجاه الصحيح نحو العالمية، وهذا من خلال مخرجات تصنيفاتنا العالمية وما نراه. طيب. بغياب جامعاتنا الأردنية من تصنيف أفضل 500 جامعة على العالم، هناك 11 جامعة عربية موجودة ضمن 500، لماذا لا يوجد جامعة أردنية؟ هذا خلل يحتاج إلى يعني إلى التركيز عليه أحيانا، لأنه ولا جامعة أردنية من 500؟ من أبدا، للأسف لم نصل إلى هذا إلى هذه التصنيفات. ولا التكنولوجيا ولا البلقاء. للأسف يعني أفضل شيء هو يعني 650. هذا التصنيف نأمل أن يعني يتم تحقيق ذلك، وإحنا لا نسعى كمان لأن نكون من 500 لأن نكون من أفضل 100. يجب أن يكون الهدف يعني بعيد المدى حقيقة، يكون الهدف أو التارجت عندنا يعني هدف كبير حقيقة. طيب ماشي. أبدأ حقيقة في ملاحظة مهمة وهي للأسف غائبة عن مجلس التعليم العالي، هي أن يؤخذ بها حقيقة، وهي من يعني من توصيات اللجنة الاستراتيجية للتنمية البشرية 2016-2025. أوصت هذه اللجنة بأن يكون مجلس أمناء الجامعات عدده أن يقلص عدده إلى 9 أعضاء. هو 13 في الجامعات الحكومية، 9 و 15 في الجامعات الخاصة، أن يصبح 9. طيب. يعني وهذا عدد أعتقد أكثر من كافي، لأنه هذا المجلس هو يعني هو يفترض أن يكون مجلس استشاري يعنى يعني حسب يعني للأسف أنا عندي تحفظات كثيرة على مهام هذه التحفظات. سيدي هنا بما يعني أنه في نظام الآن يجرى يتم تعديله، من الممكن أن يتم الأخذ بهذه التحفظات. يعني نحن نتكلم عن مركزية قرارات، وفي بعض شؤون حقيقة هي مع إدارتها معنية في إدارة الجامعة ومجالسها الحاكمية المختلفة. يعني لماذا يكون هناك يعني مثلا رأي لمجلس الأمناء في تعيين نواب الرئيس والعمداء، تنسيب إنشاء كليات أقسام برامج، تحديد رسوم جامعية أسس قبوله وإعداد، وهذا كله من مهام مجلس تعليم عالي ومهام جامعات. لكن هناك من يقول بأنه هذا هو وجودهم لرسم السياسات في الجامعة سواء كانت أكاديمية أو هذا رسم السياسة العامة، وهذا طيب. أول هدف من مجالس الأمناء حقيقة. وأنا يعني أتفق رسم سياسي عام تتفق مع السياسة الوطنية الموضوعة ضمن خطط استراتيجية واضحة، لكن يعني الأهم في مجالس الأمناء حقيقة يجب القضية التركيز على جلب الدعم المالي الخارجي، شراكات دولية. صحيح. واحد هذا الأهم، الدعم المالي مزبوط، ومنح الاستثمار بشكل المنح كبير، والمتابعة يعني الميزانية الجامعة يعني هي متابعتها وتدقيقها من قبل مجالس الأمناء، لأنه يعني هذا طبعا يخضع لمتابعة الخطة الاستراتيجية والتنفيذية للجامعة. يعني هذا أهم، هذه أهم البنود حقيقة. إذا إحنا جينا الآن حدثنا بأنه أهم الأهداف التي يجب على مجالس الأمناء القيام بها، منقول واحد إنه دعم يجيبوا استثمار للجامعات التشاركية العلمية، إنه يزيدوا التراتبية
بالنسبة للجامعات الأردنية على المستوى العالمي، مزبوط؟ التبرعات، منح، التبرعات، المنح، ما إلى ذلك. وهذا للأسف الذي لم أسمع حقيقة ولم أقرأ عن أي مجلس أمناء في جامعاتنا الوطنية، حسب معلومات البسيطة أنه أحضر دعم خارجي مالي للجامعة، يعني خلينا نحكي شطب ميزانية هذه الجامعة، عملت يعني تشاركات عالمية مع مؤسسات عالمية. أهلا بكم من جديد، جدد الترحاب بضيفي وأطرح السؤال على الدكتور. دكتور، طيب الآن نحن نتحدث عن مجالس أمناء وبنقول أنه بالأسس ممكن أن يكون هناك أخطاء في وضع هذه الأسس وفي الاختيار، وأنت قلت أنه 13 واحد، أنا مش بحاجة إلى 13 واحد، يعني 7 بكفي أو 6 بكفي أو 9 بكفي إذا كان الهدف منهم وضع السياسات العامة. لكن هذا المجلس الأمناء أيضا هو من يوصي برئيس الجامعة، يعني بمعنى أنا رئيس جامعة، أنا رئيس مجلس الأمناء دكتور، وأنت بدأ ضبطك رئيس جامعة بوصف اسمك بتصير رئيس جامعة، هكذا تدار. وهذا هذا الخلل حقيقة اللي كان أحيانا تغيير نظام تعيين رؤساء الجامعات، رؤساء الجامعات يعني أحيانا حكينا قلنا هو محمود حقيقة، لأنه أحيانا هذه القوانين أو الأسس اللي كانت متبعة يعني شابه بعض الخلل وبعض الملاحظات السلبية. يعني الآن عندما يعني يقرر مجلس الأمناء مثلا بالتنسيب ببقاء الرئيس أو عدمه، أحيانا لأنه هو المجلس الأمناء يقيم على تقرير قدم من رئيس الجامعة، وكأن رئيس الجامعة يقيم نفسه من خلال تقرير أعد بأرقام، هذه الأرقام لا ندري هي حقيقية مزيفة في بطولات وهمية حقيقية. يعني إدارة الجامعة وعناصرها وكلياتها ومراكزها تقوم على إعداد هذا التقرير وتظهر ما تظهر من منجزات خلال عام. فهذا التقرير يعتمد عليه، هذا التقرير يعني الورقي يعني الأصم، ويحكم على أداء الرئيس من خلال هذا التقرير فقط، وهذه كانت يعني المآخذ الكبيرة. طيب. لكن هذا القرار أو النظام الحالي يعني ضمن التوجه الحالي تغير، أنه هناك الآن أصبح يعني لجنتين يعني هما المسؤولتين عن اختيار الرئيس. نعم. هناك لجنة بحث واستقطاب ولجنة تعيين. وهذا بالمناسبة هو نظام بريطاني يعني سائد كثيرا في تعيين رؤساء الجامعات البريطانية. فلجنة البحث والاستقطاب مهمتها حقيقة هي استقطاب واختيار 20 عضو أو يعني مرشح لرئاسة الجامعة. 20. طيب. الآن هؤلاء 20 يخضعوا إلى معايير محددة وضعت ضمن النظام، يتم التمايز ما بينهم، ثم يعني توصلوا للثلاث إلى 10. العشرة الآن يتم يعني خلينا نحكي التوصية فيهم إلى لجنة الاختيار والمفاضلة. لجنة الاختيار والمفاضلة الآن وهي التي تضم رئيس مجلس الأمناء، ويعني أنا برأيي يفترض أن لا يكون رئيس مجلس الأمناء أن يكون ضمن هذه اللجنة، رأيي الشخصي. ماشي. يعني لكن وهذه اللجنة واحد المفاضلة كم واحد؟ هذول اللجنة مش المتقدمين، المتقدمين 10 تقريبا، يعني مجلس يعني 4 5 لا اكثر طيب عاده بتكون اكثر. ماشي. الان يتم اجراء مقابلات حقيقه لاستطلاع رؤيه هؤلاء المرشحين. يعني وهذا امر جيد حقيقه كما هو معمول في الجامعات. طيب. العالميه، انه ما هي رؤيه هذا الشخص، يعني ما الذي يعمله حقيقة لنقل هذه الجامعة مثلا إلى العالمية، ما هي الملفات المهمة التي يجب أن يركز عليها لرفعة. طيب. وتقدم الجامعة. الآن هذه اللجنة تعمل تقرير مفصل للمرشحين وترسله إلى مجلس التعليم العالي. مجلس التعليم العالي أيضا يقوم في عمل مقابلة لأفضل 3 من المرشحين، يعني طبعا حسب ترتيبهم يأخذوا أعلى 3 يعني مرشحين من حيث العلامات. ماشي. ويتم طلب منهم عمل أيضا محاضرة، وبعد ذلك يتم التقييمهم والتصويت عليهم، ويختاروا واحد وينسب إلى يعني إلى التعيين كرئيس جامعة. طيب سؤال، هذا الوضع الحالي في الأسس. طب ماشي، الاختبارات كلها مع هذه اللجان تكون أكاديمية؟ امتحان يعني جوانبه، يعني حقيقة هذه اللجان يعني هم عبارة عن أكاديميين مخضرمين من كليات مختلفة، أصحاب خبرة ويعني وقيادة وإدارة، فيفترض يعني أن يكونوا هكذا.
وهؤلاء يعني بيقيسوا جوانب مختلفة. هذه معايير معايير قيادية بحث. طيب ماشي. هذه الآن الإجراءات اللي تفضلت فيها من 20 إلى 3 حتى يتم اختيار واحد بعد عدد من الاختبارات وبعد لجنة البحث والاستقطاب والاختيار والمفاضلة ومجلس التعليم العالي ورئاسة الوزراء. طيب هذه جربت نجحت؟ جربت ليس بهذه الحيثية، جربت يعني أحيانا بأشياء مجتزأة. ماشي. يعني هي للأسف يعني هي أسس تغيرت كثيرا ولم يتم تقييم. إحنا يعني هناك أحيانا بعض رؤساء الجامعات يعني أثبتوا موجودية وحققوا يعني نجاحات، وهناك من أخفق، والإخفاقات كثيرة في جامعات مختلفة. يعني الخلل مش بالنظام، باختيار رؤساء الجامعات. هو الاختيار حقيقة يعني، لأنه أنت كل ما كانت عملية التقييم والأداء أو التقييم ضمن مؤشرات محددة للرؤساء وكانت يعني وتخضع لتقييم وتغذية راجحة من أطراف مختلفة، نصل إلى خيار أفضل وأمثل. لأنه إحنا عندما ننظر إلى تعيين رؤساء الجامعات في الجامعات الغربية مثلا، يعني هناك أسس يعني هائلة بعد ما يتم تقديم المرشحين، وهنا يفتح طبعا المجال للتنافس العالمي. وهذا ما طرحته وكتبته في مقال، أنه حكيت أنه آن الأوان أن يتم فتح المجال للتنافس العالمي. جربنا يعني رؤساء الجامعات من الوطن، وهم يعني مع احترامي الكبير لهم، لكن بحاجة أن يكون هناك أن نخضع لهذه التجربة. بس والله يا دكتور في بالأردن رؤساء جامعات قياديين وصل، يعني مين وصل، يعني مين وصل الجامعات الأردنية إلى ما نصبوا إليه الآن؟ حتى لو كان في خلل كان في رؤساء جامعات يعني قد حالهم ورفعوا الجامعات يعني ونجحوا فيها، بالذات في تأسيس الجامعات. يعني تأسيس هذا أهم شيء. لكن احنا يعني للأسف احنا الآن دائما نحكم على النتاجات، على المخرجات. طيب. إلى أين وصلنا؟ فبحاجة إلى إعادة تقييم، بحاجة إلى أشخاص ذوي خبرة عالمية. ماشي. طيب. مطلعين على تجارب عالمية حتى يأخذوا جامعاتنا إلى التنافسية ونحقق الهدف المرجو. نعم. حتى نمنع تداخل المصالح. نعم. هذا مشكلتنا. نعم. طب شو حلها؟ هذا يعني اللي حكت الدكتورة قطب حقيقة هو الأساس. طب أعطيني حل. يعني الحل حقيقة. أعطيني حل. مش إحنا تحدثنا عن مشكلة وعارفينها وحاطين إيدنا عليها. نحن نتكلم عن تضارب مصالح ما بين مجلس الأمناء وأعضائه ورئيس مجلس الأمناء ورئيس جامعة. يعني مصلحة، يعني عين لي هذا عميد، عين لي هذا رئيس قسم، تدخل كثيرا. الآن عندما يكون هناك أسس ثابتة ومحددة لتعيين نواب رئيس وعمداء ويتم تقييمهم ضمن أسس سليمة، لا يكون هناك مجال للتدخل في تعيين فلان. نعم. أو أن لا. عندما يكون هناك مثلا انتخاب من قبل الأجسام، من قبل الأقسام. نعم. من قبل العمادات نفسها، يعني هناك أسس توضع أن يتم اختيار عميد الكلية من ضمن الكلية ضمن يعني ضمن انتخاب مثلا محدد، آلية محددة. الآن لن يكون هناك أي مجال لواسطة أحد أعضاء مجلس الأمناء أو تداخل مصالح. يعني حقيقة بنخفي هذا الأمر. هنالك يا سيدي قيادات يعني في الجامعة ذات سير ذاتية مزيفة بنتها واسطة جهوية تزلف، وهناك يعني كمان قادة قيادات يعني كبيرة تليق في حجم المكان وتقوم في عمل يعني حقيقة مثالي. لكن يعني الخلل يجب أن يعالج دائما، يعني التشخيص هو الأساس ثم يتم معالجته حتى نتجنب هذه المشاكل في مسألة الاختيار. والآن المجلس أو التعليمات الجديدة حقيقة وضعت آلية للتقييم، أنه كلفت مجلس الأمناء تقييم أداء نواب الرئيس والعمداء. وهذا التقييم يعني ايضا يحتاج يعني يكون فيه مثلا بس انا يعني كمان انا عندي تعليق. دور مجلس الامناء هل تقدم رؤيه محدده ماذا ستقوم فعله في هذه الجامعه او تلك؟ هو المفروض يقدموا لمجلس نعم لازم يقدموا يعني لمجلس يعني مجلس الان احنا يتم اختيارنا انه اعضاء مجلس الامناء اختارونا بس لانه احنا نصلح ان نكون اعضاء لمجلس مجلس امناء، ولا لانه احنا عندنا خلينا نقول استراتيجيه محدده بدنا نروح نشوف جامعة محددة ليش عندها ديون بهذا الشكل، شو مشكلتها، وضعنا الحلول كلها وعملنا التصور وقدمناه، وعلى هذا الأساس احنا نختار أو نوصي باسم رئيس جامعة حتى يكون شريك معنا بهذه الخطة ونقدر نحل المشكلة. هو معني حقيقة أو من مهامه أن يرفع تقرير إلى مجلس التعليم العالي في أداء الجامعة. نعم. بشكل عام أداها. نعم. الأكاديمي التعليمي المالي البنية التحتية. نعم. كيف نعم. تعاملت نعم. الجامعة في مسألة البنية التحتية. بس أنا بحكي دائما في ضيوفي وسأطرح السؤال الذي طرحته قبل الفاصل، لكن هناك من يقول يا أخوي ثرينا موضوع زيادة رواتب موظفي الجامعة الجامعات التي لم تتم دونا عن كافة قطاعات الدولة، علما أنه تمت الموافقة من رئاسة الوزراء والتأخير من رؤساء الجامعات.
هذه عهدة على رؤساء الجامعات إذا في موافقة زيدوا لها الموظفين. اتفقنا؟ موظفين والهيئة كمان يا ستي الهيئة إن شاء الله الهيئة كمان زيادة لها أكثر من سنة مجمد ما جاكو شيش منها وهذا جزء من التعزيز جزء من انتماء الموظف إلى وطن وهذه يعني هذه حالة عن رؤساء الجامعات ومجالس الأمانة. طيب ماشي. أولا يعني كل اللي تفضلت فيه حقيقة يعني هو محاور وعناصر أساسية في بنود أو يعني محاور التصنيفات العالمية يعني أنه التركيز على المخرجات وعلى التوظيف وعلى السمعة الأكاديمية إلى آخره، هذه مواضيع مهمة جدا وهذه التي تضعنا على سلم التنافسية العالمية ويجب الاهتمام فيها. لكن حقيقة أنا دائما أقول يجب على مجلس التعليم العالي أن يضع تصور لجامعاتنا الأردنية، يجب أن نفرق في جامعاتنا الأردنية يعني بحيث أنه لأن هناك مشكلة عندنا في التخصصات الراكدة والبرامج الراكدة التي ما زلنا نقبل فيها طلبة ونراكم عدد الخريجين وبدون أي للأسف اتخاذ أي جامعة. سألت رئيس جامعة قلت له يا أخوي علقها وقفها شوي وقفها واختاروا لنا برنامجين ثانيات لها الناس وقولوا للناس يا عمي هاي الفكرة ترى بتتوظف إذا بتتخرج، إحنا شو بدنا نقرأ بدنا نتوظفها. تعرف شو قال لي؟ قالوا والأساتذة الجامعيين اللي عندي وين دروح فيهم؟ قلت له مش أنتوا بحث علمي؟ المشكلة أكبر أيضا كمان بعدد بدنا نشوف نتائج التوجيه السنة هاي إن شاء الله الوضع يكون فيش ميات. بقول لك فيش ميات ما في ميات يعني إن شاء الله يزيدوا هالطلاب والله أسئلة صعبة يعني سمرة. لكن أنا أعود إلى الفكرة اللي كنت يعني أود أن أطرحها في مسألة تصنيف جامعاتنا، إنه يعني في الجامعات الغربية الأمريكية والكندية هناك يعني تصنيف الجامعات نحكي عنها أندر جراد وجامعات يعني ريسيرش إنستيتيوشن، جامعات بحثية وجامعات دي للتدريس. يعني هنا في عندنا في الأردن يعني يجب أن يكون هناك يعني تصنيف لهذه الجامعات، إنه جامعة الطفيلة أو جامعة الحسين تصنف ضمن التصنيف، الجامعة الأردنية خلينا نصنفها جامعة بحثية يعني ونطالب منها أشياء محددة، نركز على تخصصات معينة. يعني من هنا يعني هذا الانطلاق حقيقة احنا بالنهاية بنحاول انه اعادة خارطة البرامج الاكاديمية ايهما الافضل، اين السوق العالمي يتجه، الحاجة اين تتجه. الان صار في عندنا توجه كبير في جامعاتنا اللي اتجهت نحو الامن السبراني والسحابة الالكترونية وبعض التقنيات والمتطلبات والذكاء الاصطناعي والماشين ليرنينج والديب ليرنينج والاي اي. يعني بس انا بطرح سؤال مواضيع يعني ملحة. تفضل بدقيقة. هل تفضل لا عندك انا تعقيب بس على الموضوع طبعا. البحث العلمي حقيقه انه جامعاتنا الاردنيه انفقت على البحث العلمي 2017 تقريبا حسب ميزانيه يعني ارقام وزاره التعليم العالي حوالي 25 مليون في مساله البحث. يعني نحن تقريبا في التصنيفات الدوليه احنا للاسف الباحثنا الاردني يعادل نصف بحث فقط لكل باحث، والنسب العالمية يجب أن تكون بحثين لكل يعني عضو هيئة التدريس، نصف بحث لا شيء. يعني هذا بيعطينا مؤشر على إنه البحث العلمي حقيقة عندنا يجب أن يعنى فيه بشكل كبير. إحنا للأسف كمان براءة الاختراع هنا قد ما هم معقدينها، بقولك الواحد لا خلاص بصير أروح أمريكا بعمل براءة الاختراع هناك وبرجع أسهل وبتأخذ وقت وبيعترفوا فيها وبس أجي على الأردن بيعترفوا فيها بقوة. تخيل تقول لي بحث علمي ان شاء الله يكون في عندنا وهو الاساس لتطور الجامعه ان شاء الله يا رب. شكرا جزيلا عضو هيئه تدريس الجامعه الدكتور منصور مطانه، شكرا جزيلا لك، شكرا لك مقرره لجنه التربيه والتعليم في مجلس الاعيان سعاده العينه الدكتوره بيضاء قطب، شكرا لك ولك.